دكتور ده بياخدنا للسؤال اللي بعد كده، ما دام الجنين موجود وحضرتك بتدخلوه الرحم وهو اوريدي جنين، ايه اللي بيخلي فيه اسباب لفشل الحقن المجهري؟ طبعا بشكل يعني علمي فشل الحقن المجهري بيبقى ليه اسباب كتير. اول حاجه المشكله تكون في الجنين نفسه، النقطه الثانيه مشكله تكون في الرحم، النقطه الثالثه مشكله عامه في الجسم كله. احنا شفنا الجسم واحنا بنعمل التشيك اب على اكتر من عضو في الجسم، مثلا الغده الدرقيه، الغده النخاميه، التحاليل بتاعتهم اخبارها ايه. فالجسم يعني بيعزف هارموني كامله عشان يوصل لانه يحقق الحمل، والحمل ده يكمل كمان كويس. يعني هي المهم عندنا مش ان يحصل حمل بس، احنا حتى بنقول يعني ايه المهم عندنا ان يحصل ولاده مش حمل، ان هي السيده يبقى معاها بيبي. طيب فخلل في الاجنه، الاجنه يكون فيها مشكله وراثيه، طبعا بنحسن دوت بان احنا ساعات بنعمل فحص وراثي للاجنه قبل ما ننقلها. الخلل التاني انه يكون في الرحم، الرحم ما هواش بس شكل الرحم، لا احنا ممكن يكون عندنا البيئه نفسها او بطانه الرحم نفسها، هل هي كويسه، هل هي جاهزه، هل هي عندها استعداد استعداد الرحم لتقبل. بالظبط كده. المشكله الثالثه المشاكل العامه بقى، يعني سيده عندها مشكله زياده في نسب التجلط في الدم، دوت يعمل تكرار للفشل في حقن المجهري، ان بيحصل عندها الامراض المناعه الذاتيه زي مثلا الروماتويد او الذؤبه الحمراء، حاجات زي كده، دوت بيؤدي التجلطات في الاوعيه الدمويه وبالذات اللي بتتكون جديد اللي هتوصل الدم للجنين دوت، فبتؤدي الى فشل الحقن المجهري. فشل الحقن المجهري للحقيقه مجال مهم جدا جدا بالنسبه لنا، ناس احنا هنا في مصر او بره كتير بنشتغل عليه على اساس ان احنا نحاول نحسن الفرص، نعرف ايه الاسباب الحقيقيه اللي وراه، لكن للامانه حتى الان الصوره مش واصله لنا كلها كامله. يعني في ساعات حالات بتفشل مش عارف من ليه، فمن الواضح ان في حاجات حتى الان احنا لسه ما وصلنا لهاش. هو الفشل بيبقى فشل تجربة المرة الواحدة اللي حضرتك بتقول عليها، ولا فشل على مدار كذا مرة؟ يعني حضرتك بتحسبه فشل بعد قد ايه؟ احنا بنقول ان في حاجة اسمها فشل متكرر للحقن المجهري لو السيدة على مدار اكتر من دورة نقلت عدد أجنة مثلا يوصل لحوالي مثلا 6 7، لها نسبة برضو. لو وصلنا سواء بالأجنة الفريش أو يعني الأجنة في نفس الدورة بتاع التنشيط أو الأجنة المجمدة، فإحنا في بنحسبها يعني بيبقى لها حسبة، فنقول بنشخصها إيه تكرار فشل الحقن المجهري، وبنبدأ نتعامل مع السيدة ديت يعني بنطلب لها فحوصات كتيرة جدا مختلفة بقى عن أي سيدة تانية، مثلا فحوصات الأجسام المضادة، فحوصات السيولة والتجلط بتاعت الدم، حاجات زي كده. ومع هذا احنا هنا حتى في مصر يعني بنشتغل بان احنا بندي أدوية يعني او بنحاول ان احنا نساعد، لكن هي تأثيرها مش أكيد. وانا حتى دايما بقول للناس، انا يعني دايما بطلب الناس ان هي تستفسر تعرف، وبطلب من الأطباء ان هو يكون صريح وواضح مع الحالة بتاعته. يعني انا دايما بقول لهم الأدوية ديت ممكن ما تفيدناش بحاجة، بس احنا ساعات بنقول حتى في الطب كامبيريكال يعني بنستخدمها جايز بنحاول، وخصوصا ان احنا الميكانيزم نفسه ما هوش يعني مفهوم بشكل حقيقي، ميكانيزم الرفض بتاع الجنين او الفشل زي ما قلت لحضرتك، في ساعات الست بتيجي فشل متكرر لاسباب غير واضحه، مش قادرين نوصل لايه الرحم كويس، الاجنه جودتها جات كويسه. لحضرتك حالات زي كده مثلا قلت لها خلاص ما فيش امل مثلا، ولا عمركم ما لا بتقولوا لا كلمه ما ما فيش بنقولش، امل؟ بص ما بنقولش يعني ما بنقولش ما فيش امل، بنقول الامل ضعيف. الفرص بتقل. انا دايما بقول كده، الفرص بتقل. طبعا زي ما قلت لحضرتك مع السن حتى الفرص بتقل. كمان المشكله في الحالات ديت ان كل ما تكرر الفشل كل ما زاد نسب الفشل في المحاولات القادمه، يعني للاسف يعني. وبرضه ببقى صريح مع الناس، طبيا ولا نفسيا؟ لا يعني ممكن طبيا ترجع لها نفسيا. لا، اصل معناها ان بصي نفسيا نتكلم فيها، بس هقول لحضرتك طبيا ليه. معناها ان في حاجه زي ما قلت لحضرتك احنا مش عارفينها، في مشكله
احنا مش عارفينها، وبالتالي طالما مش مشخصينها فمش عارفين حلها. يمكن ربنا يكرم مع الادويه زي ما قلت لحضرتك اللي هي الامبيريكال اللي احنا بنديها كده محاوله مننا لتحسين الفرص يحصل. لكن يعني الست اللي حصل مثلا فشل متكرر 3 4 مرات، في المره اللي بعد كده انا ببقى متوقع الفشل برضه للامانه، ببقى او يعني للفشل مش بشكل عام يعني، ببقى متوقع اكتر للفشل. تمام؟ ليه؟ لا، في مشكله ما وصلنا لهاش وما حليناهاش، فبالتالي المشكله ما زالت موجوده وبالتالي الفشل متوقع. طب سؤالي دكتور، هو في مشاكل اصلا الحقن المجهري؟ يعني كواحده سيده داخله على عمليه الحقن المجهري بتواجه مشاكل يعني؟ هقول لحضرتك، بس هقول لحضرتك بقى قبل ما ننسى النقطه بتاعت النفسيه. نفسيا لا، كويس ان الست تبقى نفسيتها كويسه، واحنا طبعا يعني برضو دايما نحاول الدكتور ان هو يدي امل ويقول لها ان شاء الله خير، الدنيا هتمشي كويس، لو خطوه عديناها كويس، يعني مثلا خطوه التحاليل المبدئيه، الفحوصات المبدئيه، لو لقيتها كويسه اطمنها اقول لها الدنيا تمام كويس جدا، وده معناه ان الفرص هتبقى احسن، والله مشيت ووصلت لخطوه التنشيط وسحبت عدد كويس من البويضات، برضو اطمنها تاني احنا عدينا شوط كويس جدا. فلازم ابقى انا بعمل دعم نفسي للست طول الوقت او طول المرحله اللي احنا شغالين فيها. لكن عشان نبقى بنتكلم برضو بشكل علمي او يعني بناء على او بنقول عليه الطب المسند او الطب المبني على الدليل، يعني العوامل النفسيه مش قادرين نربطها بتكرار فشل حقن المجهري.